ننتقل الآن إلى الشأن الآخر معنا، وطبعا هو الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة. يمكن منذ قليل أوضحنا لحضراتكم التصريحات الأخيرة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اللي صرح أنه أعمال التكريك في القناة أو حول السفينة، سفينة الحاويات البنمية العملاق إيفر جيفن، مستمرة على مدار الساعة، وأيضا بيتم هذا العمل وفقا للمد والجذر من خلال أعمال التكريك والشد والقاطرات. أشار أيضا إلى أنه منورات الشد تمت أمس بواسطة 12 قاطرة بتقوم بالعمل من 3 اتجاهات مختلفة، وبتعمل القاطرتان بركة واحد وعزة عادل على شد مقدمة السفينة، فيما تقوم 6 قاطرات أخرى بدفع مؤخر السفينة جنوبا، وتقوم 4 قاطرات أخرى بشد مؤخر السفينة جنوبا. رئيس الهيئة أيضا أعلن أنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين، القاطرة عبد الحميد يوسف والقاطرة مصطفى محمود، للمشاركة في منورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية، ودي بقوة شد 70 طن وانتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل. هذا سيحقق الاستفادة من الإمكانيات والقدرات لهذه القاطرات التي تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة. الجدير بالذكر أيضا أن القاطرتين الجديدتين تتماثلان في المواصفات الفنية، بتتماثل في الطول والعرض وأيضا بالغاطس والسرعة، وبتمتاز برفاصات ذات قدرة كفاءة أيضا عالية مصنوعة من قبل الشركة الألمانية فايت، وأيضا ماكينات من شركة دايهاتسو اليابانية. إذا عبر الهاتف بينضم إلينا دكتور محي الدين السي، حميد كلية النقل البحري والتكنولوجي بالأكاديمية العربية. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. كيف تتابع هذه الجهود حتى الآن؟ يمكن في جديد في التصريحات المتعلقة طبعا من قبل الفريق أسامة ربيع، أبرز ما لفت نظر حضرتك في هذه القاطرات وفي العدد وفي الأعمال التي يعني هي متواصلة على مدار الساعة تقريبا؟ والله حضرتك يا فندم، هو طبعا أنا متابع التصريحات يعني سعادة الفريق أسامة ربيع حتى صباح اليوم، وده شيء مطمئن جدا. يعني كل التصريحات اللي قبل دي اشارته مطمئنه جدا، لان ده بيدل على ان فريق العمل هيئه قناه السويس وغرفه العمليات يعني بتعمل على قدم وساق وفقا للمنهجيه المتبعه في مثل هذه الحالات، ووفقا للتعامل مع معطيات الموقف والظروف الحاليه المؤثره على حادث جنوح السفينه ايفر جيفن. يمكن جذر عدد القاطرات زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، ده يعني بيساعد على ان عمليه التعويم تتم بشكل اسرع، وفقا طبعا لتوقيتات المد والجذر، لان هو ده العامل الاساسي في حسابات التعويم، وبما يتناسب مع طول السفينه وكذلك الحفاظ على بدن السفينه من اي اصابات يمكن ان تحدث نتيجة القطر. وبالتالي لو حاولنا نتعرف كده على الشكل العام لتوزيع القطرات، هنلاقيها متوزعة بشكل يخضع إلى حسابات دقيقة حتى تتم مناورة التعويم بأفضل صورة ممكنة وبأقصى قدر من عوامل الأمان الخاصة ببدن السفينة كجسم السفينة، وكذلك الضفاف الخاصة بقناة السويس. طيب دكتور محي، يمكن بالأمس كان هناك مؤتمر طبعا صحفي بالعالم كله كان بيتابعه، وكان في تصريحات متعلقة بالسيناريوهات الأخرى، وأنه الهيئة الآن بتعمل على السيناريو المتبع الآن واللي خبراء الشركة الهولندية أثنوا عليه. تقدير حضرتك لهذا السيناريو وهذه الخطة اللي تم اتباعها من قبل الهيئة، وأيضا الشكر والثناء وإكمال هذه الخطة من جانب الخبراء في الشركة الهولندية سميث؟ يعني طبعا خليني اوضح لك واشكر حضرتك جدا على هذا التساؤل، يعني لان ده بيديني فرصه ان انا يعني بصفه شخصيه كمواطن مصري اثمن واقدر الجهود المبذوله من فريق العمل تحت قياده يعني معالي الفريق اسامه ربيع
كل المتخصصين في مجال النقل البحري سيدي الفاضله تعلم تماما ان المنهجيه المتبعه في التعامل مع مثل هذه الحادثه تمت طبقا لجميع القواعد العلميه المتفق عليها في مثل هذه الحالات، وتمت بالدقه والسيناريو المنطقي الذي يتوافق مع ظروف الحاله، ومن حيث الظروف الجويه والبيئيه الموجوده داخل منطقه الحادثه، وكذلك ابعاد وحجم السفينه الجانحه. كل الشكر والتقدير لفريق العمل بهيئه قناه السويس وغرفه العمليات. ما يتبع الان هو المنهجيه السليمه طبقا للمتعارف عليه علميا للتعامل مع حالات جنوح السفن الضخمه في الممرات والقنوات الملاحيه. وما يتم الان لا يمكن ان يتم اكثر من ذلك طبقا للتوقيت الحالي. نعلم تماما ان هناك جهود كبيره واراء كثيره تطرح في هذا التوقيت نتيجه رغبه جميع المهتمين بهذه الحادثه، سواء كان من شركات ملاحيه وسفن ملاحيه منتظره خارج القناه واصحاب بضائع. بالتاكيد هو على مستوى العالم كله فعلا. على مستوى العالم طبعا، وده بيبين اهميه قناه السويس كممر ملاحي يخدم التجاره العالميه. نعلم تماما ان كل المهتمين يريدون ان يتخلصوا من مثل هذا الموقف بسرعه، ولكن السرعه في بعض في هذه المواقف يمكن ان تؤدي الى يعني بعض الاثار الجانبيه التي لا تحمد عقباها. وبالتالي فان الفريق العمل يعمل بالصبر والحكمه الكافيه للخروج من هذه الحادثه وهذه الظروف باقل خسائر ممكنه. وبالتالي فعلينا الصبر، لان كل سيناريو له توقيتاته وله ظروفه وله مستجداته، لان المتغيرات كثيره. طيب دكتور محي، بالنسبة حضرتك يمكن أشرت إلى كل اللي بينتظروا وأهمية طبعا قناة السويس، ودي حاجة مش محتاجة بحديث كتير يعني، ولكن السفن الأخرى اللي بتنتظر الآن وصل عددها ل 321 سفينة، وبنتحدث هنا عن خدمات لوجستيه بيتم تقديمها ليهم. ويمكن بالامس كان في كمان تصريح متعلق بانه تم التنسيق مع وزاره الزراعه، لانه في سفن بتحمل ماشيه وتم التواصل معهم لتوفير الاعلاف، وايضا تم التواصل مع هيئات مختلفه لتقديم خدمات لوجستيه لهذه السفن ومن على متنها. تعقيب حضرتك ايضا عن هذه الجزئيه. يعني طبعا ده يعني هذا الاجراء وهذا القرار هو قرار صائب يعني بنسبه 100% من يعني الدوله المصريه والقائمين على العمل داخل هيئه قناه السويس، لان هذه الحادثه يعني احنا بنتكلم النهارده في حوالي 4 أو 5 أيام، وبالتالي السفن المنتظره خارج القناه وداخلها لهم متطلبات، سواء كان من ناحيه تامين السفينه بالوقود او المياه او المتطلبات اللازمه لافراد الطاقم وما اخره وما الى اخره. وبالتالي فان احنا نعرض تقديم الخدمات اللوجستيه بكل انواعها الى هذه السفن، هي مبادره طيبه جدا وفي توقيتها، وده بيعكس مدى ادراك القياده المصريه وكذلك هيئه قناه السويس على حجم المشكله، وكذلك بيعكس ان هيئه قناه السويس تتعامل مع هذا الموضوع بحرفيه شديده. نعم. وموضوع في اعتبارها جميع الابعاد وليس فقط المشكله الفنيه المتعلقه بحدث الجنوح. طيب التصريحات المتعلقه ايضا بقدرات القاطرات المشاركه في هذه العمليات، عمليه تعويم السفينه من كل الاتجاهات، كيف حضرتك تتابعها؟ ولو حضرتك تحدثنا بمزيد من التفاصيل عن اهميه القدرات العاليه والتكنولوجيه لهذه القاطرات. يعني زي ما قلت لحضرتك يعني في بدايه حديثي، ان زياده عدد القاطرات بيسمح بعمليه السحب سفينه من الجانب الشرقي للقناه بالقدر الذي يسمح بالسحب الامن لبدن السفينه، بحيث لا يتم حدوث اي نوع من الاضرار للبدن. وبالتالي بيتم تحديد نقاط القطر ونقاط السحب على بدن السفينه من النقاط القويه، وهي نقاط متعارف عليها ومعروفه بالنسبه للتصميم الخاص بالبدن،
وكل القائمين على عمليات السحب من فريق العمل يعلم تماما هذه النقاط وكيفية حسابها. كذلك بيساعد زيادة عدد القطرات على تحديد زوايا السحب التي تكون أكثر فعالية، بما يقلل أقل ضغوط أو أقل ضغط ممكن على البدن، ويحدث أكبر فعالية لعملية السحب مع وجود المد العالي أو ارتفاع منسوب المياه منسوب سطح البحر على مدار اليوم. هو الجزئية كمان المهمة أنه هذه الأعمال لم تحدث إصابات أو تلوث نفطي حتى الآن، ويمكن كان الفريق أسامة ربيع أشار إلى هذه الجزئية بالأمس أيضا. دي نقطة مهمة جدا طبعا، لأن عشان كده بقول لحضرتك القائمين على العمل وفريق العمل بالهيئة يعلم تماما حساسية الموقف، لأن هذا الموضوع يحدث يعني هذه العملية تخضع إلى حسابات دقيقة حتى لا يحدث أي أضرار من البدن بالبدن السفينة، وبالتالي يمكن أن يحدث أي نوع من التلوث أو حتى نوع من انهيار لضفاف قناة السويس. وبالتالي العملية تتم إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود القائمين على العمل بحرفية شديدة وصبر وحكمة بما يتطلبه الموقف الحالي. نعم، أخيرا يا دكتور محي، هل لدى حضرتك أي توقع أو سيناريو للمدى الزمني؟ يعني صعب، من الصعب التوقع يعني بالتوقيت الذي يتم فيه إنهاء العمليات، ولكن يعني أتصور أن يعني في أقرب وقت ممكن يمكن أن تتم عملية التعويم وسحب السفينة. يعني نظرا لله التوفيق، وندعو لفريق العمل بأن يتم العمليات على خير وجه إن شاء الله، وتتم عملية التعويم في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجي بالأكاديمية العربية، شكرا جزيلا لك.